خبر كتير مننا مستنيه وكل يوم حد بيدور عليه، وهو بعد طول انتظار ومع بداية السنة الجديدة البنك الأهلي رفع الفايدة 2% حسابات التوفير وكمان في شهادات أصحابها من المحظوظين. فهل العائد الجديد هيناسبك؟ وإيه التفاصيل الجديدة للشهادات؟ هي أحسن ولا شهادات 20%؟ أنا مريا مجدي ويلا بينا نشوف. بعد قرار البنك المركزي في 22 ديسمبر 2022 برفع الفايدة 3% مرة واحدة، ظهرت توقعات كتيرة بطرح شهادات ادخار جديدة فايدتها بتوصل ل20% وكمان بتعديها. لكن بعد أيام خرج هشام عكاشة نائب رئيس البنك علشان يقطع الطريق على الكل ويأكد حاجة واحدة بس، مفيش شهادة بفايدة 20% هتنزل قريب. بس قبل ما تفقد الأمل ركز معايا في قرارات البنك الأهلي الجديدة اللي حصلت خلال الساعات الأخيرة. أكبر بنك في مصر رفع سعر الفايدة بنسبة 2%، وده على حساب التوفير العادي للشرايح الموجودة بالفعل، وكمان زود عليهم 4 شرايح جديدة. هتقولي طب وفين الشهادات؟ اصبر بس معايا لآخر الفيديو وانت هتعرف كل حاجة. بس في الأول خلينا نشوف العائد على حسابات التوفير في البنك الأهلي بقت كام. يعني دلوقتي حساب التوفير العادي تقدر تفتحه لو عندك 21 سنة أو أكتر ومعاك 1000 جنيه حد أدنى. بس خد بالك علشان تاخد عائد على فلوسك لازم أقل مبلغ في الحساب يكون 3000 جنيه، وبعد كده العائد بيتحدد حسب الشريحة بتاعتك. يعني لو مبلغ من 3000 جنيه ل5000 الفايدة عليه بتبقى 5% سنويا، وده على دورية صرف العائد الشهرية. ولو الشريحة التانية من 5000 جنيه إلى 100000 جنيه الفايدة هتبقى 6% سنويا على دورية العائد الشهري. ولو الشريحة التالتة من 100000 جنيه لحد 500000 جنيه الفايدة هتبقى 6.25% سنويا على العائد الشهري. والشريحة الرابعة من 500000 إلى 1.5 مليون جنيه الفايدة هتبقى 6.5% سنويا على العائد الشهري. أما بقى لو بتسأل عن أسعار الفايدة على الأربع شرايح الجديدة، فلو المبلغ من 1.5 مليون جنيه ل5 مليون جنيه الفايدة هتكون 7.30% سنويا، ولو من 5 مليون إلى 10 مليون جنيه الفايدة هتكون 7.8% سنويا على العائد الشهري، ومن 10 مليون ل 20 مليون جنيه الفايدة هتكون 8.3% سنويا على العائد الشهري. وأخيرا بقى لو المبلغ أعلى من 20 مليون جنيه الفايدة سنويا هتكون 8.8%. وما تقلقش احنا لسه فاكرين الشهادات، دلوقتي البنك الأهلي رفع الفايدة 2% برضو على شهادات الاستثمار من المجموعة به، وده لمدة عامين بنسبة 2% علشان تبقى 10% والعائد عليها ربع سنوي بحد أدنى للشراء 500 جنيه. كمان وصل سعر الفايدة للشهادة المجموعة به لمدة 3 سنوات إلى 12% بعائد ربع سنوي و 9.5% لمدة سنة. دلوقتي بقى شايف إيه أفضل استثمار في البنك؟ الشهادات ولا حسابات التوفير؟